مرحبا بكم. برافو اخرى، برافو ايفي. حبيت انا فما برشا كلام. انا شفت يعني مكان في تونس ومؤسسه وطنيه اسمها الوكاله الوطنيه للصناعه، للنهوض بالصناعه والتجديد. حبيت فما زوز يعني احداث صاروا يهموا يعني الصناعه وسموه هما الصناعة الذكية، وثم كذلك ثم حكاية الاختراعات والمناظرة على الاختراعات، اختراعات والصناعة والاندستري للصناعة الذكية وما إلى ذلك. باش ما فماش شكون خير من الرئيس المدير العام للوكالة هذه باش يفسر لنا الموضوع هذا. استدعيت سي عمر بوزوادة اللي هو المدير العام للوكالة. سي عمر قبل كل شيء برافو على النشاط هذا. تستحقوا البرافو. هات نفسروا للعباد توا الناس ما تعرف. تو تونس عندنا صناعة، احنا تونس فيها صناعة. قلت تو بربي تحكي لي تو تونس احنا مصنعين يا اخي، عندنا صناعة احنا. عندنا الصناعة، احنا عندنا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تخلقت من سنة 78 دورها، ونهوض بالقطاع الصناعي اللي النشأة نتاعو كانت راهو من بعد الاستقلال عملنا نويود اندستري لورد، ومن بعد جينا في 78 عملنا قانون لوا 72 باش نستقبل المستثمرين الأجانب ونعملوا تيسو اندستريال، وبعد جينا في 93 عملنا مجلة تشجيع الاستثمار باش نشجعوا الاستثمار في القطاعات الكل، وتوا 2016 عملنا قانون جديد للاستثمار باش يواكب التحولات والتطورات التكنولوجية، وعملنا قانون في 2019 قانون أفقي لتحسين مناخ الاستثمار. والوكالة كان عندها دور منذ الكرياسيون نتاعها في 72، تعديت معناها بعدة مراحل وعدة حتى بالبلون داجستومون ستركتيريل في 86، معناتها عندنا قطاع صناعي نويو فيه أكثر من 5000 مؤسسة صناعية. تبارك الله عليكم أنتم في القوانين. احنا في تونس راهو عندنا معناها قوانين تبارك الله. اسكو وصلتوا حميتوا القوانين هذه اللي هي اهدافها معناها نبيله جدا ووطنيه وتهم مستقبل تونس؟ حمايه القوانين هذه باش احنا نجم نكونوا نصنعوا وتولي فما صناعه تونسيه عندها وجود على مستوى الاقليم على مستوى وطني. حميتوش هالقوانين هذه من خلال خاطر شوف راهو فما برشا ناس تبارك الله عليهم، انت تحط قانون من هنا هو ينجم يلعب لك من هنا ويلعب وكذا وتولي فيها فساد ويولي فيها درشنيه وهذا هز من هنا والاخر حط من غادي، والهدف اللي وصلنا له نلقى بربي. هات نفسروا للعباد. نفسروا للعباد اللي القوانين نتاعنا كانت ناجعه وديما يلزمها تتحين او فيريا مزور سولون لي زيفوليسيون سولون لا كونكورونس سولون لونفيرونمون ايكونوميك العالمي سولون الاقليم اللي انت تعيش فيه. اللي عملناه نحن عام 72 يعملوا فيه دول اخرى مجاوره خمس سنين التالي تو بداو يفيقوا تو يعملوا فيه. اللي احنا عملناه قانون التشجيع، قانون التشجيع لي سوسيتي توتالمون اكسبلواتريس لي زافونتاج في لي ريجيون و و و هذا يعملوا فيه في مصر وفي المغرب يعملوا فيه تو. معناها السنين الاخرى باش فاتونا احنا كنا ديما تونس سباقه وديما هي قبل في الاستثمار في استقطاب المستثمرين. تونس وصلت عملت انه هي اندستريال اكثر من 5000 مؤسسه صناعيه وتشغل في اكثر من 500000 عامل. راهو مش نفدكوا في بلاد صغيره بلاد ما فيهاش دي ريسورس، ماهومش الاندستري نتاع البترول ولا خاطر تاخذ شركه في السعوديه كبيره بترول تخدم لك في الاف. احنا الصناعه سي دي بي ام او 95% دي بي ام او يعني في قطاعات التكستيل ميكانيك الكتريك الاندستري فارماسيوتيك الماتيريو دو كونستركسيون صناعات بالحق. اليوم لابي مثلا او نيفو دو لابي نواكبوا حسب متطلبات وحسب ما قاعد يصير معناها نو دوفون اتر ديابازون دو سكي سباس في العالم باش نراسوري لا بيرينيتي دو نوتر تيسيو اندستري. انا توا باش نموطن شغل في تونس اذا كان انتم قمتوا بهذا الكل. ارقام كبيره تبارك الله 5000 مؤسسه مش احنا لا بيرا الصناعه التونسيه هي الصناعه التونسيه هي استثمارات تاع توانسه التوانسه يجيو يستثمروا يعملوا مصانع وحنا اون في لاكومبانيمون لاسيستونس وكذلك الاجانب فما هياكل اخرى في ليكو سيستيم دو لانفستيسمون اي دو لاندستري ما فماش كان وكاله النهوض بالصناعه هي مؤسسه الدعم تابعه وزاره الصناعه والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فما وزارة التنمية اللي عندها الفيبا وتيا وعندها هياكل أخرى تستقطب. احنا اوني كومبليمونتير في منظومة متكاملة. لو تيسيو اندستريال نقولوا لو تيسيو المنظومة الصناعية في تونس. مواد تو الشغل متعب
فما مشكلة كبيرة متاع الشغل في كم المعادلة هذه ما بين أنت تقول فما نجاح على مستوى معناها للتيسو اندستريال في تونس ما خلقش برشا مواطن شغل. هذاك علاش التحفيزات جديدة مفهومة ولا صعوبة في التشغيل. أنا في قانون الاستثمار اللي خرج في 2016 وبدا يطبق في 2017 فما امتيازات جديدة جابها هو لا بريز اون شارج نتاع البارتي نتاع المشغل على الخدامة باش يشجع الناس تخدم. تخدم لأول مرة وبصفة قارة الدولة تاخذ عليك بريز اون شارج 5 سنين في دي زون كوتيير وزون معناها اللي فيهم شوية رفاهية وفي لي زون دو ديفلوبمون الداخل تاخذ عليك البارتيسيباسيون 10 سنين دونك باش نشجعوا الناس تخدم يا مستثمر يا بريفي حط فلوسك استثمر وعندك تشجيعات وامتيازات مالية وامتيازات جبائية. في حلقتنا الأولانية هذه حبينا نحكيه على الوكالة وكالة النهوض صلح لي كان غلط وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتجديد خاصة التجديد زادت لنا في 2010 معناها مهمة ستون نوبل معناها حاجة نوبل اللي تخليك خاطرك تقول تجديد تقول انفونسيون تقول مواكبة للتطورات. اليوم الصناعة في العالم تعيش في الاندستري في الكاتريام ريفوليسيون بعد الثوره الصناعيه الاولى وقت اللي مشينا فابور في القرن 18 وقت الثوره الصناعيه الثانيه ولا ماشين فيرتوال تو باش نعيش في مش لا ماشين فيرتوال مي لا رياليتي فيرتوال معناها عباره انت ترى في حاجات قدامك وهي فيرتوال مش صحيحه. مثلا سيارات انت باش تشري سياره اليوم باش تشري كهرباء تشوفها قدامك قبل ما تصنع فيرتوالمون انت تتعامل وانت تتخاطب مع المصنع مع الماكينه اللي باش تصنع هذه نحب كرهبتي سباسيوز نحبها اللون الفلاني نحبها كذا باش تصنع تليفون سور مزور تتعامل مع المصنع ديريكتومون مع لوزين. ذي لاندستري 4.0 الثوره الصناعيه الرابعه سي لي ماشين انتركونيكتي ولا بين بعضهم مع المسير عارف اتسيتيرا ومعك انت ككونسوماتور زاد تتعامل معهم ني بلو لا نوسيون دو وليت كل شيء فيرتويل. باش نختم معك قدامك الكهرباء رياليتي فيرتويل الكهرباء قدامك برياليتي اخرى واضحه. باش نمشيو للنشاط اللي صار ولكن هذا خاص بالابي. اخر سؤالي بالنسبه للحلقه الاولانيه معك سيد المدير العام الشباب توما كوكاله ثم هكا نيه الاعتناء بالشباب اللي ترى هذا شوف اكل الكلام نتاع نتاع المسؤولين الكل في تونس وعنا وشباب وعملنا وحبينا لهم وعنا احنا مؤسسه فنيه مش مؤسسه معناها باش نقول سياسيه كل الكلام ولا لا احنا مؤسسه فنيه وعنا دي زوبجيكتيف وعنا اون ميسيون معناها تخلقنا من اجلها اللي يلزمنا نتوافقوا معها. صحيح اليوم فما عزوف الشباب فماش خدم شباب من خدمه راهي مش كان نتاع لابي ولا كان نتاع الدوله ولا كان نتاع السياسيين نتاع الناس كل حتى ليسبري دونتربرونيا في تونس عند الشباب تاعنا ضعيف. وقت اللي نقارنوا نحن ناخذوا على الصعيد العالمي ونقارنوا ليسبري دونتربرونيا وين رونفورسي يعني الناس وين تصدم وتعمل مشاريع لغه اخرى البرة في امريكا تلقى الناس كل من العين ومتعملش احنا في مخاخنا ليسبري هذا كيفاه خلينا نكمل لك الفكره. ليسبري في تونس ولادنا حتى انت وانا ممكن راهو غير ما نشر ولدك ماذا به يخدم مسمار في حيط موظف في ستيب ولا في سبيتار ولا في كذا هكا ولا الناس كل تخمن ولا في الجروب شيميك كانوا في قرص يخلصوا ليا احنا نحبوا هكا ما نحبوش من الاول نعلموه انسى باش تخدم في الوظيفه العموميه راهو باش تقعد انا موظف ونقعد معناها فينونسيرمون اي ماتيريالمون ديما ليميتي الحمد لله يا ربي احنا ما نعلموهش يمشي يعمل مشروعك راهو فما مشاريع فما في الجهات مشاريع وفي العاصمه مشاريع واليوم بالانفورماتيك والبروغراماسيون فما مشاريع وتخدم وتكسبورتي صغار 14 عندهم دي بروجي في العالم لو نحكي لك حتى في تونس فما كعيبات 14 عمل بروجرام عمل في جيمنج عمل فيديو واحد عمل كذا الى قرا حتى وحده مش لازم احنا منظومه التعليم مش لازم يتعلموا نجم يقرا وحده. الشباب احنا ايش عندنا في كابي عندنا 28 بيبينير بيبينير هذه فضاء يجي الشاب اللي حامل مشروع عنده بروجي يجي يدخل يلقى اسباس فيه التليفون الانترنت البيرو كان فما اتولي ينجم يتفضل يصنع ويعمل بروجي نتاعو. وعندنا في لي 28 في ال 24 ولايه 28 بيبينير فما في بالو الشباب هذا احنا قاعدين نعرفوا نمشيو للجهات ونعرفوا ما عملنا عاملين لو ماكسيموم هو هاي فرصه اخرى باش نزيدوا نعرفوا اترافير سيت ايميسيون. يا شباب ايجا عندنا 28 بيبينير موجودين في الجامعات فيهم 19 في ليزيزات فيهم في ليزيكول دانجينيور موزعين
عملناهم خصيصا لك اللي يقراو لي ستوديو اللي يقراوها تاعش قاعدين يقولوا معناها البي اف ام تاعك اللي يسمعوا فيك تو يقول وانا نعرف واش باش يقولوا تو ايه بربي يلزمني اوراق ويلزمني ماشي جاي ويجي انت شكونك انت شكونك تجيب تاخذ عليك البروجي نتاعك نشوفوا لو بروجي انت عندك بروجي مونتي حاضر تفضل خذ لي سباس واخذ معاك انا ما ندخلش معاك لا باش ندخل معاك في جيستيون لا باش ندخل معاك شريك لا حتى شيء انت تجي عندك سباس كيما هكا باش نكريولك نكريولك ب 30 دينار وما تفاجئوش 30 دينار اسوي معناها ديريزوار سي جوست عندك ضوء ما يجيش حتى حق الضوء عندك ضوء خالص انترنتك خالصه تليفون عندك التوستيك عندنا اليوم 128 جون ايبرجي تبعوها يسمحني صديقي نذير المخرج يقول لي الوقت وفاء باش نمشيو للحلقه الثانيه يعطيك الصحه برافو مره اخرى ميرسي يعطيك الصحه